مرحبا واهلا وسهلا فيكم وسلام للجميع. اليوم بدنا نحكي عن شغلة مهمة جدا اللي هي الدي كيرز او اماكن رعاية الاطفال او اماكن حضانة الاطفال. خليكم معنا. هذا الفيديو برعاية مكتب عمرو لخدمات الهجرة. مكتب عمرو لخدمات الهجرة مرخص من قبل الحكومة الكندية ومختصون بجميع قضايا الهجرة والزيارات إلى كندا. أماكن رعاية الأطفال أو حضانات الأطفال الموجودة في كندا بتختلف من مقاطعة لأخرى، لأن هاي ضمن الأشياء الحكومية اللي بتشرف عليها المقاطعة. مثال في مقاطعة كيبيك معظم الحضانات بتكون مدعومة من الحكومة، حتى إذا مش مدعومة من الحكومة يعني مقاطعة أو حضانات خاصة، بتقدر أنت كمواطن أنك ترجع مبالغ اللي دفعتها بالزيادة. حكومة كيبيك ما بتدعم أكثر من ما تدفع أقل من 8 دولار. يعني مثال، إذا الحضانات الحكومية بتدفعك حوالي، بديش أحكي المبلغ بالضبط لأنه بغيروه من سنة لسنة، حوالي 8 دولار باليوم على حضانة الطفل من الساعة 9 للساعة 4، ما قبل 9 وما قبل أو بعد 4 بدك تدفع زيادة عشان تخلي الولد أو تجيب الولد. لكن بهذا الوقت من 9 لل 4 إذا أنت بحضانة حكومية بتدفع بس 8 دولار. ما بعد ذلك إذا أنت في حضانة خاصة مثلا دفعت 25 دولار، الحكومة بترجع لك الفرق تبع إلى حد 8 دولار. هذا موجود بس في مقاطعة طبعا كيبيك، في مقاطعة أنتاريو مش موجود. خلينا نحكي عن أنواع الحضانات. الحضانات في منها 3 أنواع، في منها حكومي خاص ومنزلي. الحكومي اللي هو زي ما حكينا سبسيدايز بسموه، اللي هو من الحكومة، وهذا صعب جدا 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 انك تدخله. يعني اذا حظك كويس ودخلته ممتاز، عادة الكنديين هون بس يولد الولد او تكون المرأة حامل اصلا ويكونوا خلاص مقررين على اسمه، بيعملوا اونلاين سبسكريبشن لهذا المكان. يمكن لما يصير عمره سنة سنة ونص سنتين يجي له الدور. طبعا زي ما حكينا انه صعب جدا، ناس في ناس بتدخل ما فيش اشي صعب، لكن شوي عليك ويتنج ليست عالي. بالنسبة للبرايفت فهي شركات تعمل زي سكول صغيرة هيك، وعندهم طبعا مدرسين وعندهم تصريح من الحكومة. هدول بأخذوا أعلى، ممكن في كيبيك بأخذوا 25 يمكن باليوم حوالي ل 40 دولار. في أنتاريو عادة 40 دولار باليوم، فالمبلغ غالي. المشكلة في أنتاريو أنه الحكومة ما بتعوضك عن هذا المبلغ. هلا بتقدر تقدمه في التاكس برجع لك شوية، بس مش المبلغ اللي برجع لك في كيبيك. الشغلة الثالثة اللي هو الهوم داي كير، اللي هو واحدة سيدة ست، وهذا نوع من أنواع البزنس اللي كتير بيسووه خاصة العرب القادمين جدد. السيدات قاعدة في البيت بيشتروا بيت مثلا، عندهم بيزمنت ما بيعرفوا شو يسووا فيه، فالبيزمنت بحولوا له داي كير. طبعا لازم تأخذ المرأة زي كورس أو دورة بتأخذ فيها شهادة، منها السيفتي، منها كيف تسوي الإسعافات الأولية وكل هاي الشغلات، وبصيروا مثلا تأخذ 5 إلى 6 حسب ترخيص المقاطعة. إذا عندها كمان واحدة ممكن تأخذ أبتوتين على 10 أطفال. الأعمار بيختلف من طفل لطفل قديش بتقدر تأخذ، فهاي لها ترتيبات. anyway هاي بتكون أكثر موجودة والناس بيحبوها كتير، لأنه بتصير علاقة شخصية بين العائلة والمربية هاي أو الحاضنة. طبعا انت برضو في شغلة لازم تقدر تعرفوها، انه انت ممكن تستأجر بيبي سيتر في البيت، انك تجيب بيبي سيتر وتيجي تقعد مع الولد. هذه بتدفع لها مبلغ اكبر طبعا، بالساعة حوالي 15 ل 20 دولار حسب المبلغ انتم متفقين عليه. هاي الشغلات تبعت الحضانة. هلا موضوع الحضانة زي ما حكينا انه لازم تسجل فيه، الموضوع شوي معقد خاصة الحكومي لانه بده وقت طويل. طبعا الشغلة الثانية المهمة انه لازم تلتزم بمواعيد الانصراف والحضور زي ما حكينا، من 9 على 4 اذا انت مش مسجله في ما قبل وما بعد الدي كير. اي وقت بتأخر فيه بدفعوك بالدقيقة على التأخير، فلازم تكون ملتزم. يعني احيانا ممكن يغض النظر عن التأخير، لكن إذا تحدث كل يوم أكيد راح يدفعوك هذا المبلغ. طبعا لازم يكون الولد دائما مرتب مع لانش بوكس تبعه، الأكل تبعه،
اذا في عندك اي ريستريكشن، مثلا الولد تبعك ما باكل خنزير، ما عنده حساسيه من شغله معينه، اكيد 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 لازم تحكي للديكير، والديكير دائما دائما بتطلعوا على هاي الشغله بجديه لانه هاي شغله مهمه بالنسبه لهم، فاكيد راح ينتبهوا لهاي الشغله. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.